السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك يا بلادي. ملخص أحداث مباراة الأهلي والفيحاء والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. قبل أن أدخل في تفاصيل الخبر أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من الزرار الأحمر أسفل الفيديو كي تدعمونا ويصلكم كل جديد. انتهت مباراة الأهلي والفيحاء اليوم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وذكر الحساب الرسمي لبطولة الدوري السعودي للمحترفين أن الأهلي والفيحاء سقط في فخ التعادل الإيجابي للمرة الثالثة على التوالي في تاريخ لقاءات الفريقين ببطولة الدوري السعودي، ولم ينجح النادي الأهلي في الاحتفاظ بتقدمه، خاصة أن الراقي هو من بادر بالتسجيل في مباراة الأهلي والفيحاء عبر النجم السوري عمر السومة في الدقيقة 70 من عمر المباراة، ونجح اللاعب جوميز في تسجيل هدف التعادل لنادي الفيحاء بالدقيقة 92 من عمر لقاء الأهلي والفيحاء لينجو الفيحاء من هزيمة كانت قريبة. وانتهت جميع لقاءات الأهلي والفيحاء الثلاثة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. يذكر أن الراقي أصبح رصيده بعد التعادل في لقاء الأهلي والفيحاء 23 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أما نادي الفيحاء فأصبح رصيده 12 نقطة في المركز العاشر. ولم ينجح الراقي في تحقيق الفوز الثاني على التوالي في بطولة الدوري السعودي، حيث فاز الأهلي على الاتحاد في ديربي جدة يوم الأحد الماضي، ثم سقط الراقي في فخ التعادل في لقاء الأهلي والفيحاء. سجل عمر السومة هدفه السابع في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن سجل هدف التقدم للراقي في مباراة الأهلي والفيحاء. يذكر أنه بعد تعادل الراقي في لقاء الأهلي والفيحاء يستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي وفاق سطيف الجزائري في إيابي ثمن نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، حيث تقام المباراة في الرابع من ديسمبر المقبل في مدينة جدة. وسيخوض الراقي مباراته المقبلة في بطولة الدوري ضد نادي الرائد في الثامن من ديسمبر بعد التعادل في لقاء الأهلي والفيحاء. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.